السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبابنا الكرام في كل مكان. معكم دكتور إسماعيل إبراهيم، رئيس ومؤسس جامعة باشن العالمية المفتوحة بأمريكا. حقيقة كل يوم يتواصل معنا الكثير من المبدعين والشغوفين من مختلف دول العالم، يطلبون أن يكونوا أعضاء في هيئة التدريس بجامعة باشن العالمية المفتوحة بأمريكا، حتى وإن كان بغير مرتبات، حتى وإن كان تطوعاً، حتى وإن كان بمقابل يسير. أحب أن أوجه هذه الرسالة لكل من يرغب أن يكون عضواً في هيئة التدريس في جامعة باشن. السيدات الفاضلات والسادة الكرام، الجامعة فيها الكثير جداً من البروفيسورات والدكاترة والمدرسين والمتقنين والمنتجين. لا يوجد حاجة حاليا للدكاترة ولا للمدرسين في العلوم الإسلامية، موجود كثير في التنمية والعلوم الإنسانية، موجود كثير في كثير من التخصصات، ولكن نحن نحتاج إلى دكاترة متخصصين في العلوم الإدارية، الهيومن ريسورسز، بزنس ادمنستريشن، هذه الأشياء نحتاج فيها، التجارة، المحاسبة، نحتاج في الإعلام، نحتاج إلى دكاترة متخصصين في الحقوق، في اللغات، اللغة الفرنسية، اللغة الإسبانية، اللغة الألمانية، اللغة الصينية، اليابانية، مختلف اللغات. الإنجليزية موجودة عندنا الحمد لله، والتركية موجودة عندنا القليل، ولكن أيضا لا بأس نحتاج أيضا إلى متخصصين في اللغة التركية. أيضا تقنية المعلومات، الحاسبات والمعلومات، نحتاج إلى العديد من الدكاترة المتخصصين في تقنية المعلومات والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي إلى غير ذلك. يشترط في من يعمل معنا في الجامعة الكفاءة، الإنتاج، الخبرة في التعليم عن بعد، وهذه نقطة مهمة جدا. هناك الكثير من الدكاترة المتمرسين الشغوفين المتقنين، ولكنهم ليست عندهم دراية بالتعليم عن بعد، وهذه النقطة لا يمكن أن نتجاوزها، لأن الجامعة تعمل بنظام التعليم عن بعد. طبعا هناك نظام للأتعاب، هناك متطلبات للتعيين يجب أن يوفي بها من يرغب في العمل في الجامعة. أنا أنبه على التخصصات المطلوبة، العلوم الإسلامية عندنا فيها الكفاية وزيادة، بل يوجد تكدس في الدكاترة والمدرسين والطلاب قليلون. فمن أجل ذلك أنا أنبه فقط على التخصصات المطلوبة. أما من كان في العلوم الإسلامية متخصصا في العلوم الإسلامية، أو متخصصا في الكوتشنج مثلا، أو متخصصا في العلوم الإنسانية، أو متخصصا في التربية، ويريد أن يعمل معنا، نقول له الباب الوحيد للعمل في الجامعة أن تكون عضوا في الرابطة العالمية للشغوفين، ثم إذا كان هناك احتياج سيتم التواصل معك حتى توفي متطلبات التعيين، ثم تجري المقابلة مع بعض أعضاء مجلس الأمناء، ثم يتم تعيينك وفقا لنظام الجامعة، لأنه لا يوجد حاجة، لا يوجد احتياج، فليس من الحكمة أن نعين المزيد من الدكاترة والطلاب قليلون في تلك التخصصات، العلوم الإسلامية، العلوم الإنسانية، التنمية، التربية. كل هذه الكليات فيها الكثير والكثير، ولا نحتاج إلى المزيد من الدكاترة. من يرغب من المتخصصين في هذه العلوم، الباب الوحيد هو أن يشترك في الرابطة العالمية للشغوفين. لماذا؟ لأنه صدر قرار من رئيس الجامعة منذ بضعة أشهر بأنه لا يعمل في الجامعة إلا أعضاء الرابطة العالمية للشغوفين. ومعنى ذلك أنه إذا لم يكن هناك احتياج، فمن يرغب أن يرشح للعمل في الجامعة لابد أن يكون أولا عضوا في الرابطة العالمية للشغوفين، والرابطة العالمية للشغوفين برسوم، ليست مجانا. أنا أبين لكم بكل صراحة وكل وضوح، لها امتيازات كثيرة جدا، وفي ذات الوقت من امتيازاتها أنه من الممكن أن يتم ترشيحك عند الاحتياج وعند الكفاءة، يتم ترشيحك للعمل في جامعة باشا. أظن الكلام بهذه الصورة واضحة جدا. طيب نفترض أنه جاءنا أحد من الدكاترة
في تخصصات نحتاجها، كما ذكرت العلوم الإدارية، الإعلام، الحقوق، اللغات، تقنية المعلومات، نحن نحتاجه، فنحن نمنحه عضوية الرابطة العالمية للشغوفين مجانا. العضوية الذهبية التي يدفع فيها $300 في السنة نعطيها له في السنة الأولى مجانا، ثم يستوفي متطلبات التعيين حتى يعمل معنا في الجامعة. طيب، ما هي متطلبات التعيين؟ أولا، يقدم السيرة، طبعا بعد أن يكون عضوا في الرابطة العالمية للشغوفين، يقدم السيرة الذاتية، يقدم صور الشهادات والمستندات الدالة على ما في السيرة الذاتية. ثالثا، يقدم خطة عمل في الجامعة لمدة 6 أشهر، ماذا سوف يقدم في الجامعة، البرامج التي سوف يقدمها سواء مجانية أو مدفوعة، ما عنوانها، ما مواعيدها، ما مدتها إلى غير ذلك، أين سيقدمها، على الفيسبوك أم على منصة زوم إلى غير ذلك، هذه الخطة. رابعا، يقدم فيديو تسويقي تعريفي يذكر فيه أنه عضو في الرابطة العالمية للشغوفين وعضو في هيئة التدريس في جامعة باشون العالمية المفتوحة بأمريكا، ويذكر بعض مؤهلاته، ويذكر ماذا يقدم للشغوفين بتخصصه، أين الإبداعات، أين اللمسات، أين البصمات التي يضيفها في تخصصه. هذه النقاط الأربعة لمن كان بالفعل عضوا في الرابطة العالمية للشغوفين ويريد أن يكون عضوا في هيئة التدريس في الجامعة. وأيضا ننبه، وهذه الرسالة نرسلها لكل من يتواصل مع الجامعة ويريد أن يعمل في تخصص من التخصصات التي فيها احتياج، أكرر مرة ثانية، العلوم الإدارية، الإعلام، الحقوق، اللغات، تقنية المعلومات، الاقتصاد أيضا، اقتصاد من العلوم الإدارية، من يتقدم إلى الجامعة من هذه التخصصات ولديه تخصص وفعلا دكتور أو ماستر عليه معه ماجستير على الأقل، فإننا نقدم له هذه التنبيهات قبل أن نمنحه عضوية الرابطة العالمية للشغوفين، وقبل أن نخبره بالأتعاب التي يتقاضاها بناء على عدد الطلاب. هذه التنبيهات: أولا، الإنترنت فضاء فسيح به أعداد لا تحصى من الجامعات والمؤسسات المعنية بالتعليم والتدريب، سواء كانت مؤسسات حقيقية أو وهمية، ذات رسالة أم لا، والمنافسة في هذا الميدان شرسة جدا، وتسجيل طلاب في الجامعة يدفعون الرسوم من أصعب ما يكون. ومن أجل هذا نرجو الانتباه إلى النقاط التالية: أولا، العمل في جامعة باشون الأمريكية له نظام مختلف عن التعليم المباشر التقليدي، فإن الجامعة تنتهج نظام التعليم عن بعد، وتنتهج النظام غير التقليدي، بحيث يدرس الطالب في أي وقت في العام، ويمكنه أن ينهي الدراسة أو البحث في مدة أقل من المعتاد بحسب اجتهاده وتقييم مدرسيه. ثانيا، بناء على ما تقدم، لا يوجد دوام كامل ولا جزئي، ولا توجد رواتب، وإنما هناك أجر مقابل عمل بنسبة معينة بحسب اشتراك الطلاب في برامج ذلك العضو من أعضاء التدريس. ثالثا، هناك أنشطة فعلية مجانية أو مدفوعة لا بد من المشاركة فيها بصورة مستمرة، حتى يتم استقطاب الطلاب ليسجلوا في البرامج المطولة أو المتوسطة المدفوعة، واستقطاب الطالب غالبا لا يكون إلا من طرف الدكتور أو المدرس نفسه، لأنهم يعرفون ذلك الدكتور ويثقون فيه، وبالتالي يشتركون وهم مطمئنون. وهذا يستدعي من عضو هيئة التدريس أن يكون مشاركا فاعلا في عملية التسويق لبرامج كليته بصفة عامة، وبرامجه التي يقدمها في الجامعة بصفة خاصة، وذلك بأن يشارك هذا المنشور أو تلك المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وفي محيط معارفه. رابعا، الأتعاب تكون بنسبة معينة بحسب اشتراك الطلاب، وقد تم إرفاق ملحق ببيان الأتعاب نرسله للذين يطلبون العمل في الجامعة في التخصصات التي فيها احتياج، وهي متوقفة على تسجيل الطلاب ودفعهم الرسوم في البرامج الخاصة بهم، وهناك عمولة أيضا 10% يحصل عليها المدرس أو الدكتور إذا كان السبب المباشر في تسجيل الطلاب في برامجه أو برامج الجامعة بوجه عام. خامسا، هناك الكثير من الدكاترة استفادوا من استراتيجية الجامعة وآلية الأتعاب والعمولات، وحققوا الكثير من الأرباح المالية بالإضافة إلى الأرباح المعنوية. فقط أحببنا أن نبين لكم النظام قبل أن تجهزوا متطلبات
التعيين. أرجو أن يكون الكلام واضحا، ونلتقي على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.